احنا كنعرفوا هاد السنوات اللي فايته كان عندنا مشكل كبير في تغير المناخ، دونك فكرنا هاد العام اننا نديروا واحد سيميلاسيون ديال 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 الباراج اللي هو سونتر هيدرو الكتريك. هنايا كيكون عندنا باراج، دونك الفكره ديالو هو اننا كنحولوا الطاقه اللي كينتج لينا الماء كنحولوها لواحد الطاقه كهربائيه، كنستعملوا دي توربين اللي كيجينيراو لينا ديالكتريسيتي. بالنسبه كما قالت الصديقه ديالي على البراج ايدرو الكتريك، كتكون عندنا واحد توليد ديال الطاقه، وحنايا في الماكيت ديالنا درنا واحد سيمولاسيون ديال هذاك لا كونتيتي او الكميه ديال ديك الكهرباء اللي كتعطينا، لقيناها انها ما كافياش، اذا درنا واحد سيبور او لا درنا واحد المساعد باش انه يولد لنا طاقه اكثر. من بعد ما كنولدوا ديك الطاقه كنستعملوها كذلك في ان الماء يرجع من هذوك لي ريزيرفوار او لا هذوك لي بواط اللي حنا درناهم في الماكيت ديالنا لهذاك الباراج، وكذلك باش اننا نولدوا الطاقه او لا ناليميو ونشعلوا البولات اللي عندنا محيطين بالباراج. بالنسبه للميادين اللي كنشتغلوا فيهم، كاين ميدان الطوبوغرافيا اللي كنقوموا بقياسات بواسطه الطائرات بدون طيار الدرون، من اجل الحصول على خرائط التي تسمى بخرائط طوبوغرافيه، وذلك في اوقات جد قصيره وباستعمال تقنيات عصريه، منها الجمع بين لا ميثود تراديسيونيل ديال لو درون مع الحلول التي تسمى ارتيكا او البيبيكا، وذلك كما قلت في اوقات جد قصيره. اما في ميدان الفلاحه المقننه او لاغريكولتور دو بريسيزيون بالفرنسيه، كنقوموا بتحديد الامراض في المتواجده في النباتات، وذلك انطلاقا من مبدا لا تيلي ديتكسيون، حيث نقوم بقياس مستوى الكلوروفيل كمثال بواسطه دي كابتور ملتي سبيكترو، وبالتالي يمكننا تحديد الموقع بالاحداثيات وقيام برش او بالتداوي بشكل سيبلي. اليوم كيف ما كتشوفوا كنقدموا لكم البروجي ديالنا، المشروع ديالنا هو مشروع في اطار الملتقى اللي كيدار سنويا بمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، اللي كيجمع كاع الشعب ديال المدرسه ديالنا. وكيف ما كتشوفوا هنا حاولنا نديروا واحد النموذج ديال بنايه رقميه ولا توأم رقمي. هذا التوأم رقمي كيكون مرتبط بجوج ديال الحوايج، واحد المحيط اللي كيكون افتراضي، واحد المحيط اللي كيكون واقعي كيمثل الواقع ديال 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 البنايه. وهاد الجوج ديال المحيط، هاد جوج ديال المحيطات كيكونوا مرتبطين بروابط، بحيث انه اللي وقع هنا، اللي وقع في المحيط الافتراضي خصو يوقع في المحيط الواقعي بمجموعه من الوسائل والتكنولوجيا اللي متقدمه، منها من الوسائل اللي معروفه دابا هي بما يسمى بانترنت الاشياء. هاد الانترنت الاشياء كتمكننا اننا نربطوا مجموعه ديال المستشعرات اللي كتكون مرتبطه بالعالم الواقعي ديالنا بالعالم الافتراضي. هادوك المعطيات ولا المعلومات اللي كتدور على هذا العالم الواقعي كتمشينا للعالم الافتراضي. الهدف من المشروع هو اننا نحاولوا نتفاداو الوقوع ديال الحوادث، في حال انه على سبيل المثال في حال وقع شي حادثه في العالم الواقعي بحالاش نحاولوا نتفاداوها في العالم الافتراضي، وعن طريق اننا كنديروا تجارب قبليه في العالم الافتراضي، اللي وقع لنا في العالم الافتراضي كنحاولوا نطبقوه على العالم الواقعي.